التعفن في السرير ظاهرة تتحول إلى ترند على منصة تيك توك وتثير جدلاً واسعاً وسط تحذير الخبراء من خطرها على صحة الإنسان. فما هي هذه الظاهرة؟ التعفن في السرير هو قيام الشخص بالبقاء في سريره لأيام تحت طبقات من البطانيات وفي كثير من الأحيان مع هاتف أو وجبة خفيفة في متناول اليد مع العزوف عن القيام بأية نشاطات. ويشير المصطلح أيضاً إلى حالة التثقل التي تستوجب راحة طويلة أو الاستسلام للرغبة بالبقاء في السرير التي تنتابنا في بعض الأوقات حين نستيقظ صباحاً. مستخدمون على منصة تيك توك شاركوا فيديوهات أظهرت بقائهم في السرير ليوم كامل ومشاهدة التلفاز أو تصفح الإنترنت. فيما حذر خبراء في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس من البقاء في السرير لأكثر من يوم أو يومين ووصفوا الأمر بالمقلق ويمكن أن يشير إلى مشاكل عقلية مختلفة وأوصوا بالتحدث إلى معالج في حال تحولت هذه الظاهرة إلى إدمان.